قائما على موقع أصوات بعد الوقفة الاحتجاجية الذي قامت بها جمعية حقوق الإنسان بأرفود، انتقلنا مباشرة إلى مكتب سيد المندوب وزير المندوب الصحة بجهة درعا التسهيلات للتوضيح حول الوقفة الاحتجاجية الذي عرفتها الأمس. ما تصريحك سيد المندوب حول هذه الوقفة الاحتجاجية الذي وقعت الأمس الذي عزمت عليه الجمعية أنها ستقوم حتى تلبي مطالبها؟ بحكم مهنتكم ماذا تقولون عن هذه المشاكل المطروحة؟ شكرا على استضافتكم. كما تعرفوا أن الوقفة الاحتجاجية اللي قامت بها على قطاع الصحة بأرفود تنتفهموا هذا القطاع هذا تنتفهموا هذه المشاكل، وهذه مشاكل مشروعة تيطلبوها السكان، وحنا راهنا بالإشارة ديال السكان وتنديروا المجهودات ديالنا باش ما أمكن اللي كاين في المندوبية باش يتصلوا به، واللي كاين الحمد لله واللي خاص الحمد لله تنكتبوا للوزارة ديال الصحة. أرفود كباقي المناطق في إقليم الرشيدية تتعرف واحد الخصائص مهولي ديال الموارد البشرية اللي تعرفوا بإقليم الصعيد الإقليمي، كذلك هناك بعض التجهيزات الخاصة اللي مازال خاصة بالمشفى ديال أرفود، زيد على ذلك أن التجهيزات تتوصل بشوية بشوية لدائرة أرفود اللي حنا تنتفاهموا هذه المشاكل وتنعرفوا هذه المشاكل ومطالب مشروعة تنقولها وتنأكدها. وحنا في المندوبية خدامين على مدينة أرفود فيها بناء مشفى جديد 8 مليار و400 مليون اللي وصلوا تقريبا اللي دوزوا تقريبا 100%. هذا ما شنه السيد وزير الصحة السابق. السابق نعم اللي شنو السيد وزير السابق المحترم. زيد على ذلك أن بعيدا على 20 كيلومتر هناك مشفى جديد تقريبا 8 مليار في مدينة الرصاني، واخا حنا تنهضروا على أرفود. هناك بعض الراديو اللي تصاب ببعض الاعطال، لان تتعرفوا تجهيزات في اقليم الرشيدية تلقاو مشاكل في الصيانه، لان هاد الناس اللي مكلفين بالصيانه كلهم متركزين في الدار البيضاء، دونك تلقاو صعوبات في الصيانه ديالهم. وحنا كمندوبيه راه تنتفاعلوا وتنديروا مع المدير ديال المشفى في أرفود، اللي في الحقيقه هناك نقص حاد في الموارد البشريه، وتنتمنى ان شاء الله باش هذا المشكل يتحل في 2019 اللي غادي يكون فيه واحد العدد الكبير ديال الممرضين وديال الاطباء اللي غادي يدخلوا وزاره الصحه، وان أرفود هي على قائمه ديال المدن اللي غادي تستافد اكثر ان شاء الله. الدليل على ذلك ان أرفود هذا العام النقطه اللي يسالوا بها المواطنين في أرفود من حقهم، ان هناك 5 اطباء اختصاصيين خاص بأرفود، ولأول مرة فيها طبيب ديال أمراض النساء، طبيب الجراح، طبيب ديال التخدير، طبيب ديال الأطفال، وطبيب ديال الرجل. نظرا لأن مدينة أرفود لا تتوفر على مركب جراحي، قمنا بنقل هاد الناس هادو لمدينة بلميمة باش ما بقاوش باش ما يضيعوش اليد ديالهم التقنية، يعاونوا هاد المحور ديال تينغير بلميمة في انتظار مشروع اكمال مشروع ديال هذا المركب الجراحي اللي في أرفود، اللي تنتمنى ان شاء الله يتحل في اقرب وقت، ولما لا لان أرفود محتاجه وحتى حنا كذلك ومشفى مولاي علي الشريف محتاج باش انه يكون هناك مركب جراحي باش يخفف العبء على مولاي علي الشريف كما في بلميمه. وذكر مره اخرى ان بيدياتر طب الاطفال راه موجود في أرفود، طبيبه النساء في انتظار تكمله هذا المرض ديالها راه غادي تلتحق بأرفود، باقي جينيكو، باقي شيروجيان، باقي ريانيماتور والراديولوج في انتظار يكونوا الجهيزات اللازمه في المركب الجراحي باش يلتحقوا بأرفود. هذه غير واحد انتقال مؤقت، دائما مازال عندهم مدينه أرفود، ونحن ترى غادي نطلبوا المزيد ان شاء الله من الاطور الكفؤه ومن الاطور ان شاء الله باش نديروا هذا الخصص الموبيل اللي تتعرفوا مدينه أرفود. واكيد مره ثانيه السكان ان هذا المشكل تنعيشوه يوميا، وانه مطالب مشروعه، وان المندوبيه تدير ما في جهدها باش نحاول ما امكن نخففوا من عبء اللي المواطنين، وتكون واحد الخدمات الصحيه في مستوى ديال مدينه أرفود. وكذلك ان احنا كاتبنا الوزاره ان شاء الله باش عاد تزيدنا الاطور لكفاءه هذه الدائره. وشكرا.
شكرا جزيلا لك السيد المندوب، كنا معكم من قلب الحدث مباشرة من المندوبية الإقليمية للصحة بجهة درعا التافيلات. كان معنا مندوب الصحة بعثة المراسلة بخاري نور الدين الرشيدية أصوات الرباط. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.